عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى ايه، انا قلت لكم قبل كده على الفكرة اللي قلت لكم قبل كده، بس انا ايه بقعد اقولها مرة واثنين وثلاثة عشان بعد كده تعملوا على طول وتعتمدوا ان انتوا تعملوا الحاجة دي في البيت. نقول ايه بقى؟ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين، وبسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ حلقتنا الجميلة بايه؟ بحاجة قلت لكم عليها قبل كده بس تذكرة عشان ما تنسوش، عشان دايما تبقوا ايه فاكرين. دلوقتي احنا ايه جبنا 2 كيلو ايه برتقال، حلو، جبنا 2 كيلو استفندي. هو عامة برتقال استفندي اي حاجة مش مشكلة، بس احنا بنقول ايه اللي يعني اللي موجود بقى اللي هتجيبيه من بره، ماشي. فاحنا بناخد القشر اللي زي ده، حلو، بصي اهو. بس اهم حاجه تجيبيه ازاي بقى، انت كلت البرتقانايه ماشي، الاستفان ده زي الفل. انا بغسله في الاول وبسيبه ايه ينشف وبمسحه يعني للي ياكله كده. طب انت جبتيه وكلتيه بتشيلي القشر ده، حلو. القشر ده بتعملي ايه؟ بتجيبي صينيه حلوه زي دي كده، اي صينيه يا ستي مصر، اي حاجه اللي عندك، حلو. وتروحي في عامله ايه بقى، بس القشر ما يبقاش فيه ميه، ما قومش القشر مثلا كله كده على بعضه. يعني انا خلاص بقى حاجه مثلا ايه هقول لكم هتعملوا ايه، اروح مكوماه كده على بعض، لا كده على بعضه هيبوظ وفي الاخر هترميه، يبقى انت كده ما استفدتيش منه. لا طب انا عايز استفاد منه، باخد القشر ده ادي برتقانه بالظبط كده، اهي اهي برتقانايه ماشي. انت قشرتيها، بجيبها ازاي بقى؟ بروح بصي فرداها كده، بس اهي احاول ان انا ايه افردها، بصي اهي زي الفل اهي، بفردها كده اهي زي الفل. بصي عندك شباك مطبخ حطيها جنب الشباك بتاع المطبخ، عندك بلكونه بس ما فيهاش تراب حطيها في البلكونه، بس اهم حاجه ما يبقاش ما بصش بعد يوم ولا حاجة وبص لقيت ملا تراب، يبقى ملوش لازمة، يبقى أنا مستفدتش بيه. عند الترابيزة السفرة حطيها على ترابيزة السفرة، ولو فيها هوا هتلاقي إيه هو مع الوقت بينشف، بس بحطه بقى إيه يعني مثلا أنا حطيته النهاردة، أنا حطاه دلوقتي، هاجي آخر اليوم بص هلاقيه نشف شوية، أروح قلب القشر كده، بص إيه أروح قلبان بص كده بص، بكره كده يعني كل يوم احاول ان انا اقلب فيه، ابص الاقي القشره ايه نشفت، نشفت خالص يعني ايه بقت خلاص ناشفه. بروح اجيب مطحنه، بس قبل ما اجيب المطحنه هو نشف، بس مثلا فضلت دي زي ما هي كبيره كده، لا انا اكسرها حتت صغيره عشان لما اجي اطحنها واعملها بودر واشيلها في علبه واحفظها ايه عندي، هقول لكم هتعملوا بيها ايه واحدة واحدة بس. طب انا القشر ده اعمل بيه ايه؟ انا دلوقتي ما عنديش مكان ومش قادرة احفظه، مش عايز اضربه بودر. طيب هتجيبي القشر ده، تجيبي حلة حلوة صغيرة كده، مثلا دولة مش 2 كيلو طبعا، دولة اقل من الاتنين كيلو، يعني انت مثلا مليت الصينية دي شوية تاني عليهم قشر برتقال، هتحطيه في حلة حلوة على النار وهتحطي بالظبط لتر مية وتغليه على النار لحد ما تيجي تعملي بالشوكة كده، بس تلاقي ايه اتهرى خالص كده، انا مش عايز حلو يعني بالنسبة لي، اقوم مغطياه بالغطا واروح طافية النار وسايباه لما يبرد على الاخر، بس اول ما يبرد على الاخر خالص تعملي ايه بقى، تجيبي الخلاط بتاعك وتقومي بقى ايه مش تضربيه كله مرة واحدة وتبوظي الخلاط، لا تغطي شوية شوية ومعاهم حبة مية من اللي انت غليتي فيها ايه القشر البرتقال ده، وتضربيهم في الخلاط، تقعدي تضربي تضربي في الخلاط لحد ما تخلصيهم ايه كلهم. بعد كده اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، تروحي بقى تعملي بيه الصابون، دوري بقى على حلقة الصابون وشوفي عملت الصابون ازاي. شوية القشر دول شايفة القشر ده اللي انت كان زمان ملوش لازمة، ده بالنسبة لي كويس،
كنا بنرميه، ونيجي نعمل ايه؟ ندور على اي حد نملى. بص القشر كده مرمي في الارض، لم القشر ده، يلا مين اللي هيرمي الزباله؟ بص كل واحد ده يقول لي ده روح انت، لا ده يقول لي دي روح انت. بص والخناقات تبقى كتير عشان يرموا القشر ده. دلوقتي القشر ده اول ما حد بياكل برتقال، لو سمحت حط القشره هنا في الطبق النظيف ده. تخيلوا دلوقتي القشر البرتقال ده بقى له لازمه، وبقى ليه لازمه مهمه كمان. وكمان في حاجه تانية انا قلت قبل كده، بنغسله كويس قوي وبننشفه، وبعد ما بننشفه بنقطعه حتت صغيره، يعني مثلا قد دي كده، بس قد ايه صغنطوطه، تحطيه في قلب المش، هو بياخد ويدي مع المش. الحته دي بتبقى بصي احلى من الفلفل اللي انت بتحطيه. وما تيجي تاكلي بتاكلي بيدخل كده مع اللقمه وانت بتاكليها، بيبقى صغير زي كده، بجد في منتهى الجمال، يعني حاجه حلوه. ادي قشر كنا بنرميه، دلوقتي بنعمل بيه صابون، يعني شويه شويه دول عليهم شويه كمان، او ممكن دول بس تعملي 10 لتر صابون من غير جنيه. صابون بره هتجيبيه من بره بجنيه، يعني شوفي الصابون انا معرفش بقى بكام من بره، انا صراحه ما بشتري الصابون من بره. يعني انت هتجيبي هتعملي بقشر الاستفنجي او البرتقال 10 لتر صابون، ما بتجيبيش بجنيه صابون من بره. بس ادخلي الحلقه وهتشوفيها وهتقولي بقى ادعي لي بقى وقتها، ادعي لي وقتها علشان ايه. بصي ربنا جعل قشر البرتقال بنعمل فيه فايده كبيره، والله كان بيترمي ما كانش ليه لازم. زي ما قلت لك ما تكوموش على بعض كده، يعني انا في واحده لقيتها بتقول لي انا جبته وكومته كده على بعض على اساس اعمل، قلت لها لا كومتيه على بعض ولا ليه اي لازم، لا فرديه عن بعض. بصي بعدين اللهم صل على النبي كمان، هو لو خدتي بالك بصي انا غسلاه برضو، بس ايه نمسحه برضو هنا اهي ما شاء الله. بصي الايد في زيوت جميله قوي، بصي ربانيه سبحان الله. بصي كان زمان ايه العيال الصغيره، زمان كنا زمان نعمل ايه، نجيب قشره البرتقال دي نحطها كده من وراها ونقول له افتح عينيك يالا افتح عينيكي، العيال الصغيره يروح عاملين يا عيني بعينيهم كده، تروح ده كله في حرقان جامد سبحان الله. على قد كده القشر البرتقال ده بيحرق جامد قوي الزيت اللي جواه. بصي بصي في زيوت جميله قوي، بصي اهو بصي الزيت بقى عامل ازاي، وريحه الاستفنجي جميله. بصي اه والله راح بصي ريحه الاستفنجي كلها بقت في ايدي. يعني كمان لما تيجي تعملي بيه قشر لما تعملي بيه الصابون بيبقى نفس اللون ده، نفس لون البرتقال بالظبط الصابون، وبيبقى ايه بقى الصابون ريحه البرتقال بجد. بتغسلي بيه الاحواض، بتغسلي بيه لا مؤاخذه الحمام، كل حته في الحمام، حتى لو بصي لو يعني انا اسفه لو في صدى في اي حاجه مش نظيفه وبقالها سنين مش عارفه تغسليها، اعملي صابون بتاع قشر البرتقال، ادخلي وشوفي الحلقه وروحي اعملي غسيل بس في الحمام، هتلاقي الحمام بقى قشطه بقى زي الفل. ومثلا الله اكبر بيمسحوا بيه برضو البلاط، عارفه اما تمسحي بيه مسحت الشقه بيه كلها، الله اكبر كانك بصي رشه في الشقه كلها برتقال، اسانس برتقال. ما بالك بقى كمان لما تغسلي المواعين بتبقى ريحه المطبخ عندك كلها برتقال، كانك دلقه كده اسانس برتقال. فهو حلو، ودايما اعتمدي كده اي حد عندك ضيوف بياكلوا خلي صينيه زي دي نضيفه كده، او طبق حلو شيك. بص للقشر شيك، طبق شيك للقشر تحطي فيه، انما لو اتحط في الزباله خلاص ارميه ما ينفعش، لا يكون طبق نظيف للقشر وتاخديه على طول كده وتحطيه على ترابيزه على اي حاجه وتسيبيه ينشف مع نفسه. لا مش عايزاه ينشف، مش عندك مكان اعملي زي ما انا قلت لك ايه، وخش الحلقه بتاعت الصابون وانت هتعرفي انا عملت فيه ايه. بجد قشر البرتقال ده كنز، يا ريت كلنا نعمل بيه. اقول لكم ايه، انا سعيده جدا بيكم وليكوا دايما يا رب، ودايما نتقابل دايما على خير، واشوفكوا دايما يا رب بخير وسعاده وفرح العمر كله باذن الله.
وبجد والله العظيم انا مبسوطه بيكم ومبسوطه بالتعليقات الحلوه اللي بتكتبوها والكلام الجميل. ربنا يسعدكم يا رب دايما. وبصي وتلاقوا بيتكم ده في عمار من كل حاجه، وربنا يجعل لكم الرزق في بيوتكم ويوسع كل حاجه عليكم، واللي عنده شقه صغيره كده ربنا يوسع عليه ويكرمه. كل حاجه باراده ربنا، قولوا يا رب ربنا هيرضيكم زي ما انتم عايزين. والى اللقاء، واشوفكم دايما بخير وبصحه وسعاده وهنا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.